مع استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تسعت دائرة الرفض الشعبي حول العالم لحملات الإبادة الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحق الأبرياء في القطاع. وشهدت عدة عواصم حول العالم مظاهرات حاشدة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، مطالبين بضرورة وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة. ضمير العالم ينتفض انتصارا للحق الفلسطيني، والإنسانية تطالب بوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة. مظاهرات حاشدة في عدة مدن كبرى في مختلف دول العالم، بينها العاصمة الأمريكية واشنطن، شارك فيها الآلاف من المحتجين مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، منددين بالصمت المطبق. كما شهدت مدينة نيويورك مسيرة احتجاجية ضد مجازر الاحتلال. العاصمة البريطانية شهدت مظاهرات حاشدة احتجاجا على جرائم الإبادة في غزة. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بتدخل عاجل لحكومة سوناك لوقف العدوان الإسرائيلي. في باريس لم يختلف المشهد كثيرا، حيث طالب المحتجون بوقف إطلاق النار رافعين لافتات كتب عليها أوقفوا دائرة العنف في غزة. وفي برلين تظاهر الآلاف منددين بمجازر الاحتلال الإسرائيلي ونصرة لسكان غزة الذين يتعرضون لحرب تطهير عرقية غير مسبوقة. ومن أوروبا إلى آسيا، وفي مظاهرة مليونية شارك فيها وزراء في الحكومة الإندونيسية، خرج الآلاف في شوارع العاصمة جاكرتا منددين بالعدوان الإسرائيلي، داعين إلى وقف إبادة الشعب الفلسطيني. معاناة أهل غزة أوقظت ضمائر الشعوب في مختلف قارات العالم، فالمجازر الصهيونية ما زالت تحصد أرواح الأبرياء.